مساء الخير. حابب اتكلم النهارده عن فسيخ الفسيخ. لعبه فسيخ سيركو. اللعبه دي منتشره جدا كانت في انا بتكلم على فتره من بعد 2000. خلصت الجيش جيشي كان خلاص 2000 وقعدت مع حد واحده وقصص وبتاع وبعدين قريت لي حاجه طبعا هرومي ضرب ديت وشها مرة ديت وبعدين روحت البيت. في كل بيت في مصر بتلاقي مكتبة كبيرة فيها كتب كبيرة قوي قوي مجلدات ومحدش بيقرأ فتحت هذه الكتب وجدت ما قالته هي لقيتها موجودة في الكتب. طبعا قبل ما أقرأ في الكتب أعتقد أن أنا أفتكر أحاول الذكريات. رحت زي جمع الشوال كده رحت وبلغت عليها وأنا قاعد. بعدين أنا في حر داخلي جوه مني يعني حر مركب موضوع ولا أنسى الفين مع ان هذه طبعا حرب جامده جديده لكن الحرب الاشد كانت بين اعتقادي على ان في حريه تفكير وحريه اعتقاد وحريه تعبير مني فنان كده. انا فنان كنت بقرا في كتب تخص مسرح ما كانش ليا دعوه بالموضوع ده خالص يعني كل واحد عارف لكن انت بتقرا كتب مسرح لديونوسوس وآلهة الاغريق وآلهة الميمين والعبس مسرح حبس مصمم ديكت وكان الموضوع حلو يعني. لكن بعد ما خلصت كان في فتره مش عايزين اشتغل. دي اللعبه بتاعت مصر هي قافت مجتمعنا هي الجهل ان انت مش عارف مش عيب واحد من انا لا قلينا تراث بالمره لكن انت تعرف وتعرف الرقي ان احنا في رقي النهارده تراث قديم اللي كان من 2000 سنه او كان من 1400 سنه لا يصلح وكان من 2000 سنه كمان لا يصلح. فهي لعبه الجهل ان انت تبقى جاهل ما انتش فاهم حاجه. فتيجي انا النهارده انا في واحده الحقيقه انا بعمل فيديوهات ففي في حد انا شفته على السوشيال ميديا احد روافد السوشيال ميديا والحقيقه هي عجباني جدا يعني حاجه برج الميزان كمان وبرج الميزان ده حاجه يعني حسب يعني مفهومي كده برج الميزان مفهومي هي مش مرتبط فانا حاسس ان انا يعني مش عارف انا كان في احد الازمات صمبتيك وميزان. المهم خلينا نتكلم في المفيد. هي غايبه وانا حاسس احساسي ان انا ما شفتهاش وما كده في الواقع ما كانتش معايا في الواقع لكن احساسي الشخصي ان انا شارس شويه مع فسيخ فسيخ الموضوع ان انا عايز اقول انا ما اتبلتش عليها. مشاعري انا قلتها هي كل حاجه حلوه في فيديوهات هي يعني هي حاجه حلوه جدا اما ما انا الفته وبليت عليها فده كان هدف وتوضيح معنى والذاكره الانفعاليه بتاعت ستانسلافسكي ان فعلا انا مريت بهذه التجارب. ففي واحده فعلا انا هقول لك حاجه في واحده سافرت استراليا انا شخص قلت ان انا بعلن ان انا دخلت كنيسه اورثوذكسيه ودعمت اورثوذكس في 2004 2005 والفت قصه اسمها انا معلم يعني متلفت على اسمها يعني وهذه التجربه بتاعت العلم يعني يعني اتمنى ان انتم تفهموا المشاعر انا مش عايز اقول كلام سلبي ومش وعايز اوضح الكلام برضه السلبي اللي انا عايز اقوله. فانما انا مش ندمان ان انا عرفت لكن انا حصل معايا قهر انت فسيخ فسيخ وهو انا معلم يعني شخص اكتر حاجه لكن ما كانش اكتشف لسه الحاجه الثانيه اللي هو لما عبر النهر وراح القريه الثانيه حبيبتي الجديده دي انا حبيتها كمان يعني حبيت فيها ان هي اعجبت بالجوهات انا باخد حاجات فهي معناها ان هي نقد لكن انا عايزها كل خير. انا هي الواحده اللي قعدت معايا ما كانتش بتحبني يعني كانت عايزه تقهرني او عايزه تكسرني لكن انا مش ممكن اكسر حبيبتي انا مش ممكن اكسر حد انا بحبه وكمان انا بحبها يعني. فالكلام الحلو اللي انا قلته في واحده هي دلوقتي غايبه وانا مشتاق الان اطمن عليها بس يعني انا مش ممكن اكسر حبيبتي انا اتكسرت لكن مش ممكن اكسرها. الكلام السلبي كتير بيكسر فما نتكلمش كلام سلبي لان الكلام السلبي ان انت ما دام حد زعل من الكلام السلبي اللي انت ما تبصروش لحد فهو انت تهمه لانك انت هو اللي يتفرج عليه لما تقول كلام سلبي عيب. فانا بوضح ان اي كلام سلبي كان ذاكره انفعاليه لتجارب قديمه حصلت معايا شخصيا بفضيها لكن كل مشاعر حلوه هي فعلا في حد. ثم الموضوع كله فسيخ فسيخكو افسخ من فسيخ فسيخنا. هي دي اللعبه اللي موجوده وهي دي اللعبه بتاعه الكسر. حبيبي احنا في الطفوله تنجح البرمجه في الصغر لانها تستند لاحتياجات فطريه من نفس الانسانيه ينشا هذا الطفل على حاجات فتحصل مسلمات. يعني يحضرني قول هيباتيا العظيمه السكندريه اللي قتلها المسيحيين الاوائل بتحريض نيكرولوس عمود الدين. هيباتيا العظيمه قالت ان الخرافات يجب ان تدرس على انها خرافات والمعجزات على انها خيالات شعريه وتدريس الخرافات والمعجزات على انها حقائق دامغه يؤدي الى تحجر العقل يعني علشان خاطر التشافي منه ويحصل ماساه كبيره في هذا الطفل لكي يتخلص من هذه الخزعبلات الموجوده.
هذا العظيم استاذي كافرين. ها كافرين كاتب كلام جميل قوي، ينتبه على مبدئي الخزعبلات في مقدسات الاخر، ولا يفضل الخزعبلات في مقدساته هو لانه يرى الاولى عاريه ويرى الثانيه مغلفه بسلوفان الايمان. اما انت تؤمن بحاجه خلاص خلاص، ولو اكتشفت ان بيحصل مصيبه يا اما تنكر يا اما فنكون حنينين على بعض، يعني نكون حنينين على بعض ونكون صادقين في الكلام، نكون لا ضرر ولا ضرار زي ما جلال الدين قال، زي ما كل الروح قال. ما في كلام بكل رحيم، واهم من ده التحريز، الحياز الديني يدخل التحريز، يدخل التحريز. انا بتطلع عن البتاع ده، بشوف انا بصراحه والله ناس بتحرق فعلا حاجات، ناس بتقطع حاجات، ناس بتطلع حاجات، بتطلع خرافه وصيحه. العيب فيها في حاجات صح، احنا ورثنا هذه الحاجات دلوقتي. رئيس السيسي قال كلام جميل على فكره، واقع ما يتصفح. اكياس 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 والمعطي المسؤول شادي بيها. انا مش نازل 11 11، مجدع مين؟ ما شايف نجوش الوقت بعيد، لكن انا من نيجي الوقت نيجي، لكن مجدع مين المرجله؟ واتمنى ان يكون اللي بقدر وانا وابني وبرضه انا مستني المسرحيه بتاعتي واثق عليها، مستني المحكمه ينزل، مستني مستني حبيبتي. انا مش نازل كلام كده، لكن انا واقف موقف محايد. انا الاخوان عندي اطيب 1000 مره من الناس اللي معايا، برغم صعوبه الاخوان عندي زي المعلمين والسلفيين زي الناس. موقفي الشخصي كل هنا واقفين رغم مساوئهم ورغم ورغم ورغم، يعني اخد بالك وهلا من الناس الواقفين اللي بيسترزقوا يقول الناس الوطنيه، انا وطني وطني وطني. فاللي انا عايز اقوله ان كل الحضاره حبيبتي مسؤوليه معاك يا ابني، الله يطلع لك في الفيديو في قناه اهم حاجه. تعليم الحي، مصر حره.